بدايه طبعا اجيب من الاخر. انا النهارده في مواضيع كثيره جدا. سيرك في اللي حصل النهارده في مباراه سان داونز والهلال والفرصه مره اخرى تعود لاقدام النادي الاهلي. بص الواحد يعني اي حد كان متوقع ان هو يحصل يعني تحايل ممكن ممكن بقى تقول اي مسمى تقوله بشكل يعني محترم. لكن اللي حصل النهارده النتيجه طبعا بقى الكوره في ملعب النادي الاهلي، ان شاء الله نكسب الهلال باذن الله. فهو ده احنا في اوحش حالتنا يعني النادي الاهلي في اوحش حالته بصرف النظر عن مباراه القطن، وطبعا انك تسجل 4 اهداف بره ملعبك وتلعب بالروح دي حاجه جيده جدا. لكن انت في اوحش حالاتك في بطوله افريقيا، فتبقى انت في اوحش حالاتك وان شاء الله باذن الله نكسب الهلال ونتاهل، فتبتدي يعني الكره احداثها سريعه جدا يا كريم، صح؟ فتعيد كل حاجه بشكل ايجابي. صح. عندك اخطاء، عندك اخطاء، لكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى ان هو بيرجع لك تاني الامل، واخطائك حاول تصلحها. انت ليه قلت لي اوحش حالاته؟ اوحش حالاته على مستوى الرقم ولا على مستوى الاداء ولا على مستوى النتائج؟ يعني انت شفت الاهلي دلوقتي ايه اللي وحش فيه او ايه اللي سيء فيه؟ بص هو باكج. انا عشان جوه الاهلي يعني ايه جوه الاهلي بس الاول؟ يعني يمكن انت عشان بتبقى ساعات اعلامي، وطبعا كنت اداري في النادي الاهلي، فانا عارف التفاصيل عامله ازاي. علاقاتي بالجميع حتى مجلس الاداره علاقه محترمه جدا، مش حسام بس، كل الناس. انا جاي لك، ما انا بقول لك مش حسام بس يعني حتى كابتن خطيب طبعا، وده احنا يعني مفيش حد دخل في مجال الرياضي غير ما بيحب كابتن خطيب. خطيب ربنا مديله نعمه ان انت كريم يعني بتشوفه انت بتحبه. حتى كنت بتكلم كده في الكواليس كمان، احنا كلنا بنحبه جدا جدا، لكن لما بيحصل اخفاق او اي حاجه دايما رئيس النادي هو المسؤول عن النجاح والاخفاق. صح. دايما. صح. فعشان كده انا بقول لك ان قربي لا، في حاجات محتاجه ان هي للاحسن، وده اي مؤسسه لازم للاحسن، ومش لازم ابص للمنافس او ابص لغيري. احنا كنادي اهلي يعني اسمح لي ان انا اقول كده، بتكلم كواحد من الجمهور يعني، دايما بص انت متاخر من وجهه نظري يعني، متاخر عدد سنين كتير جدا عن امكانياتك. يعني ايه؟ انا بقولك بامانه والله النادي الاهلي طبعا اللي هو احنا دايما بنقول ان هو بعيد قوي عن حتى اقرب منافسيه، يعني اللي هو متقدم جدا. انت شايفه كمان رغم التقدم ده هو متاخر عن الفرق الاوروبيه اللي هو اصلا يقدر ان هو يبقى في مكانه تانية. انت بتقيس ازاي؟ بالفين بيز، بالبطولات، حتى الإدارة عاملة إزاي، الإمكانيات عاملة إزاي، كل الحاجات دي مقومات. فأنت عندك المقومات، مقومات النجاح في النادي، وعندك حتى كمان الموارد بتاعتك تجيب موارد كتيرة جدا. فعشان كده بنبقى احنا قاسيين جدا أي حد محب للنادي، على علم إن دايما الجماهير بتبقى عاطفية شوية، أنت بتبقى عاطفي وعندك علم. صح. شوية. صح. فبتبقى دايما قاسي عشان أنت عاوز تشوف النادي أحسن. فالحمد لله زي ما بقول لك احنا دلوقتي الحمد لله عندك ماتش الهلال، تكسب الهلال تدخل تاني في اللعبه، وعلى فكره اما تدخل هتقدر تحسن من نفسك وتبتدي بقى تنافس على بطوله افريقيا اللي انت محتاجها قوي.